دي الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا الاخباريه. نروح لفاصل، وبعد الفاصل متابعين مع حضراتكم فقراتنا ومن خلال صباح البلد. انتظرونا كمان ولقاء مهم بعد الفاصل. انا بشكر حضراتكم جدا، تحيه ليكم، واشوفكم بكره ان شاء الله. احنا النهارده بنعقد المؤتمر الصحفي ده بمناسبه اطلاق عقار جديد لمرض الالزهايمر. هو الاسم جاي من اسم العالم الالماني اللي هو اول واحد وصف طبيعه المرض، هو اسمه الزهايمر، وهو وصف التغيرات بتحصل في المخ عن طريق تراكم مادة اسمها الأمايلويد. هذه المادة المفروض ان هي بتبقى مادة موجودة في المخ الناس الطبيعية، لكن نتيجة ازدياد معدل تراكمها بينتج عنها طبيعة المرض اللي هو بيبقى مميز ليه البدايات خالص، انه بيبقى فيه نوع من الازدياد المضطرد في تدهور القدرات المعرفية، ويجي على رأسها الذاكرة. الحقيقة الحملات اللي بتعملها الشركات حاليا، شركات الأدوية، هو جهد مشكور جدا، الهدف منه مساعدة المريض ومساعدة الأهل بقدر الإمكان. الأهل معاناتهم أكتر من العيان بكتير، لأن بيتحط في وسطهم شخص مربك جدا لنفسه وللآخرين، وهم مش قادرين يسيطروا على الأعراض دي. يمكن يكون بيصرفوا فلوس كتير، يمكن يكون بيعملوا جهد غير طبيعي على أمل أن العيان ده يجي في وقت من الأوقات يبقى كويس، ولكن اللي بيزود إحباطاتهم أن احنا مهما نعمل مش لاقيين برضو نتيجة تشفي. دور الحملات تفهيم الأهل، وان احنا نشرح ليهم، وان احنا نقول لهم ان احنا معاكم، وان احنا نقدر نبقى داعمين ليكم على الاقل بشرح المرض او بوصف الادويه اللي ممكن تتاخد في الحالات اللي زي كده، وبالتالي نقلل من معاناه الاهل ونقلل من معاناه المريض. احنا طبعا بصدد الحمله دي هنتكلم فيها عن مرض الالزهايمر، وانه مرض الالزهايمر من الامراض اللي موجوده في مجتمعنا بشكل واضح، بس هي المفروض يتعملها زي نوع من انواع الاحصائيات عشان نعرف الاعداد الموجوده بالظبط قد ايه، سواء كان المريض اللي هو الاكثر شيوعا اللي هو مريض السن المتقدم بيجي له الالزهايمر، ده عاده زي ما قلت لحضرتك في السن المنتصف الستينيات واكتر، عاده ده بيمثل الجزء الاساسي او الاكبر من نوع المرضى اللي بيجيلهم الالزهايمر. 10% بس هم اللي بيكونوا الزهايمر في السن الصغير. التشخيص المبكر للمرض دوت بيخلينا نقدر نبتدي العلاج في مرحله مبكره، اللي هي بتعمل على تبطيء او تسكين التدهور اللي موجود دوت، والحفاظ على الوظائف الموجوده بدرجه اطول. فالحاجه الاساسيه اللي احنا بنهتم بيها هو التشخيص المبكر والتعرف المبكر على وجود مرض الزهايمر وعلاج الأعراض النفسية المصاحبة اللي حواليه، لأن دوت بتقلل كتير قوي من المشاكل اللي بتبقى موجودة حوالين دوت، وبتسمح للشخص أنه يعيش عيشة كريمة ويتعامل مع والرعاة اللي حواليه يقدروا يتعاملوا معاه ويقدموا له الرعاية الرزمة بدرجة كويسة.